طبعا كيخوضوا الصحفيان عمر الرادي وريسوني الاضراب عن الطعام اللي طال المده ديالو. الاخ الرادي وقف الاضراب لانه العواقب الصحيه كانت كارثيه عليه، وطبعا الاضراب الطويل عن الطعام ما يمكن الا يجيب انعكاسات كارثيه على الصحه ديال الفرد. وبالتالي اولا كان ضامن مع الاخوان عمر الرادي والريسوني والعائلتين ديالهم كلها ومع العائلة كلها ديال الجسم الإعلامي، وكان طالب طبعا باش يتم إطلاق السراح ديالهم وتتم المحاكمة ديالهم محاكمة عادلة مع إطلاق السراح ديالهم، لأنه دابا تقريبا سنة وهما معتقلين او جوزت بالنسبه للريسوني اكثر من سنه الان. وبالتالي يعني كل الضمانات متوفره عندهم بجوجهم باش تكون محاكم باش المحاكمه ديالهم عبر وهما يعني حرين، وكان ضامنوا معهم وكان ضامنوا مع العائلات ديالهم وكان ضامنوا مع جميع الصحفيات والصحفيين، وكان طالبوا بالإطلاق السراح ديال الأخوين الرادي والريسوني وجميع المعتقلين ديال الرأي أو ديال حرية التعبير، على اعتبار أنه المغرب اللي كان تمنونه به هو المغرب اللي كتسود فيه حرية الرأي والتعبير، وكتسود فيه يعني الاحترام ديال جميع المهن وعلى رأسهم الصحافة، لأن الصحافة دعامة أساسية للديمقراطية. ولا يمكن نهائيا لا يمكننا أن نبني مجتمعا ديمقراطيا دون أن تكون لنا صحافة حرة وحرية التعبير مكفولة على الأقل. يعني وهذا ما ينص عليه الدستور ديال المملكة، وبالتالي يجب احترام الدستور في هذا المجال هذا.